السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، كما عودناكم في قناة وصفات زمان للوصفات المجربة، الوصفات الأكيدة الفعالة. وصفة اليوم للقضاء على الآلام ديال الأسنان المتسوسة والتهابات اللثة في أقل من 60 ثانية، يعني في أقل من دقيقة سوف تتخلص من الآلام ديال الأسنان المتسوسة والتهابات اللثة. هذه التركيبة ولا هذه الوصفة غادي نستعملوا فيها مكون وحيد وهو القرنفل. القرنفل ولا الزيت ديال القرنفل كما تلاحظوا معايا، الزيت ديال القرنفل. هذه الأنبوبة بتباع 30 درهم، يمكن لك تشريها وتحتفظ بها بصيدلية المنزل، هي للاستخدام ديال الأسنان والأضراس، بالإضافة إلى انها مضاد سريع للالم ديال الاضراس المتسوسه. طريقه الاستخدام كما تلاحظوا، هذه الانبوبه فيها 10 ديال المليليتر، يمكن لك تستعملها وتحتفظ بها في صيدليه المنزل وتستعملها عند الحاجه. طريقه الاستخدام جد بسيطه، كل ما عليك فعله هو الوضع القليل من هذا الزيت، زيت القرنفل، على السن المتسوسه باستخدام العود ديال تنظيف الاذنين او استخدام القطن، توضع على هذا السن المتسوسه. غتلاحظ انه في اقل من دقيقه سوف تتخلص من الالام. هذه الوصفه مجربه واكيده من الوصفات الطبيعيه التقليديه القديمه استعملت منذ القدم. القرنفل بزيوت مخدرة، هذا الزيت ديال اليوجينول، زيت معروف عليه انه مسكن طبيعي للالام. تستخدم القرنفل في العديد من الاستخدامات، من بينها كما قلنا الاستخدام ديال الالام ديال الاسنان المتسوسه، التهابات التا. الزيت ديال القرنفل يعتبر مطهر ومضاد للجراثيم، يمكن لك تستعمله ليزانفلاماسيون، يمكن لك تستعمله ليزانفيكسيون، بالاضافه الى انه يعالج التهابات اللثه ونزيف اللثه. طريقه الاستعمال كما قلنا ما غاديش نعاود نكررها، بسيطه. الوضع القليل من الزيت ديال القرنفل على المنطقه المصابه، وكذلك اللثه ولا الدم، يعني اللي كان نوضعوا لها الزيت ديال اللثه ونقوموا بالدلك واحد شويه. الا ما قدرناش نديروا شويه ديال الزيت في القرنفل، يمكن لك تضيف المسحوق ديال الحبوب المسكنه بحال الاسبرين، تضيفها لهاد الزيت. بحال ما كنتيش توفر على الزيت، غادي تقوم بالطحن بشكل جيد هذا القرنفل، طحنه وتضيف عليه بعض من المسحوق ديال الحبوب المسكنه بحال الاسبرين وزيت الزيتون ولا زيت العود، وتوضعهم على الضرس المتسوسه. في اقل من دقيقه اكيد غتلاحظ اختفاء الالم. بالنسبه للزيت ديال القرنفل ولا القرنفل عامه، لا ينصح به الاستخدام للاطفال دون سن الخامسه، كذلك النساء الحوامل ولا المرضعات ما خصهمش يتناولوا القرنفل ولا زيت ديال القرنفل. الاشخاص اللي مقبلين على عمليات جراحيه ولا عاد خرجوا من البلوك ما يستعملوش زيت القرنفل، لان فيه مواد كتحد من التخدر ديال الدم، وبالتالي يمكن تسبب فيه التهاب. وبصفة عامة الزيت ديال القرنفل ولا القرنفل لا ينصح بالاكثار به، الانسان ما خصوش يكثر به. الزيوت ديال القرنفل الطيارة، المواد الفعالة اللي كاينة في القرنفل كتعالج وكتقوي المناعة وكتكافح الالتهابات، وخصوصا التهابات ديال مفاصل الروماتيزم. يكفي اننا ناخذ واحد شوية ديال الزيت ونخلطوها مع زيت الزيتون ولا أي زيت أخرى وندلكوا بها المفاصل ديالنا، أكيد غتلاحظ الاختفاء ديال الآلام ديال المفاصل والالتهابات الروماتيزمية. كذلك يستخدم الزيت ديال القرنفل في منع التهابات ديال الجهاز التنفسي، المشكل ديال البرد، ديال الربو والزكام، التهابات الجيوب الأنفية. الزيت ديال القرنفل كذلك يستخدم لطرد البولغم، التهابات الحلق، استخدم قديما كذلك لطرد غازات من البطن، كيسهل عملية الهضم، آلام المعدة، الناس اللي عندهم مشكل ديال آلام المعدة. بالإضافة إلى زيت القرنفل يحفز الصحة الجنسية ويعالج المشكل ديال سرعة القذف عند الرجال، لأنه إلا دلكنا به كيف ما قلنا من العضو الذكري فإنه ما توصلش للدرجة ديال النشوة، وبالتالي سرعة القذف ما غاديش تكون، والعمليه الجنسيه كتمر على احسن ما يرام. نتمنى مشاهدي الكرام تكون حلقه اليوم نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تضغطوا على زر لايك مشاركه حتى تعم الفائده، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.